جايب لك مسلحين لبيت الرجال؟ الشيخ عناد لو يعرف ما يقبل. بعدين يا أخي كافي كافي، عوفني بحالي. إيه ليش تدخل بحياتي؟ هاي مجازاتها فوق ما فازع لك وهاد على مودك، وهيك ترد على أخوك الكبير؟ عزام أنت أخويا وتاج راسي، بس مو هالشكل يا عزام. يعني لو صاير ضرب نار، لو صاير بيها دم، شون تنحل؟ بعدين معقولة؟ معقولة حياة الناس سهلة عندك؟ يا أخي أنا قدامك كل شي ما بيه صار سوء تفاهم ونحل. أنا الخبر اللي إجاني قالوا لي أخوك انهان. تعرف شنو انهان أخوك؟ يعني شو تريدني؟ أقعد مكتف إيدي وقاعد؟ لا، جيت حتى أطلع لك حقك. عرفت لو لانش مدريني اللي وصل لك هذا الحكي كذاب، يريد يسويها دم. انت يا هل قال لك هيك واجهني بي وانا افوت بعينه؟ يعني معقوله نمر يكذب عليه؟ نمر؟ نمر صبري. نمر مو وقتها، منتظر اخبار مهمه. اخبار منو؟ اخبار حميدة الجديدة، دقائق وتوصل. احسك ما مقتنعة باللي سويته بحميدة. خاف هنيت الايام زمان. بحياتي ما احن على شيء راح وانتهى، واللي بيني وبين حميدة حساب حسابه بس، وانا اصفي بس مو بالدم. انت غلطت غلطة عمرك. إذا صار قتال بين الناس، بين عزام وجماعته وحميد وجماعته، أنت ما راح تسلم. غلطت غلطة راح تودينا كلنا جهنم، وحتى لو صالحوا هم ما راح تسلم، راح يعرفون أنت دفعت عزام. أنت افتحت نار علينا، خليتنا أعداء لطرفين، وهاي الحرب ما راح تنتهي.